قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على النجاح بتاعك مرتبط بالوطن. كلما نجح الوطن نجحت الأمة. ولا أريد أن أقول إن أزمتنا في التفعيل هي أكبر من أزمتنا في التنظير. نحن في واقع متأزم. حال أن يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا. كيف أكون عاملا؟ كيف أكون مؤثرا؟ كيف أكون فعالا؟ كيف أكون رساليا؟ بلادي وإن جارت علي عزيزة. هل نحن توجد بيننا المرأة الرسالية؟ والجواب توجد أم لا؟ توجد بالعدد اللي يوجد لنا المجتمع الرسالي أم العدد قليل؟ قليل. فلذلك الندرة هذه تحتاج منا إلى إيجاد ما يبني ويصنع لنا المرأة الرسالية وكذلك الرجل الرسالي. فيه مؤسسات ينبغي أن قد تكون موجودة لا تؤدي الدور، الدور غائب، وقد تكون غائبة تماما أو توجد هداما. فينبغي نحن أننا نوجد هذه المؤسسات حتى نعمل ونسعف المجتمع والأسرة بالمرأة الرسالية والفرد الرسالي. أول ما يصنع ويوجد لنا المرأة الرسالية المصنع الذي هو بداخلك. دائما نحن الأصابع إلى والحكمة من الخلق. أصبع لك والربع وين؟ وين؟ واحد اتهام للآخر وربعة لي أنا. فإن كان مصنع في المجتمع فأربعة منك أنت. وهذا نحن نعانيه. البناء الذاتي نفتقر له. وكم التاريخ يسخر بمن كان عصامي في كل الفعل الذي كان يقوم به في أداء رسالته. فلذلك على أننا نهتم نحن بالجانب العلمي، جانب المطالعة والثقافة، جانب التدريب والتأهيل. أن الآن المرأة تأثرت ب طغيان الموجة المادية سواء في البيت في نفسها الأناقة واللباس، فاهتمت بالمظهر على حساب الجوهر. في الأسرة كان اهتمامها على شكليات وأناقة الأسرة، وضاع في ثناياها جوهر ما يمكن أن تعده لتربية و تهيئة الجيل الرسالي. في المجتمع كذلك، وهذا ينبغي ونحذر منه حذاري ثم حذاري، جانب هذا الطغيان على أن تنزلق وراءه وخلفه المرأة المسلمة. فقلت العاتق عليك. الأدعية والقرآن الكريم والسنة النبوية أكثر الأدعية فردية وواحد أو اثنين جماعي. ما الحكمة من ذلك؟ المسؤولية يوم القيامة فردية وقليلها جماعي. سنحاسب يوم القيامة كل ماذا كان صنيعك اتجاه أنك تكوني امرأة رسالية. نحن نلقي اللوم على المجتمعات، على الأسرة، على الآن أنا مكلف، أنا أعي التحدي الذي أعانيه كامرأة مسلمة. ينقصني الكثير من أبجديات أنني أؤدي دور الرسالية. أنا أعرف حاجتي، أطلبها، أتوجه إلى المؤسسات التي يمكن أن تأخذ بيدي حتى أصل إلى أداء
هذا الدور الرسالي. المؤسسة الأولى قلنا العاتق عليك أنت، المؤسسة الثانية هي الأسرة. الأسرة نحن نحتاج إلى مراجعة كثير من النصوص الشرعية. أعجبني في قول الأستاذة مريم من رباها؟ من كفلها؟ زكريا، هل كفلتها امرأة؟ وكثير من النماذج القرآنية كفلها الرجل. نحن الأسرة لن تكون رسالية بغياب أحد الطرفين الأم والأب. نحن الآن في عراك، الأب يقول الأم والأم تقول الأب، صح ولا لا؟ فيه، والله عز وجل ما جعل الزواج تأجيج لعاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة إلا والقسمين هما تركيبة قلب الولد والبنت، فلا نتخلى على هذه المسؤولية، دور الأب ودور الأم دور خطير جدا في بناء الجيل. نحن المشكلة نسمع صرخات أسرنا قدوات سيئة. الأسرة أن تأتي بولد وبنت، لا أقول منحرف 100% وإن كان موجود، لكن فيه جزء من الانحراف. هذا يسع المرأة الرسالية والرجل الرسالي أن تدق ناقوس الخطر وتشمر على السواعد، أننا نرجع إلى بيوتنا ونسعف أبناءنا وبناتنا. لن تكون قدوة ولن تكون قدوة كرجل رسالي وامرأة رسالية، والمؤسسة التي أنت مسؤول عنها وأنت مسؤول عنها تعاني بعض الخدش. الأسرة المسلمة الآن الذي تعانيه هذا اهتمام الأب والأم. نحاول أن نسخر جزء من أوقاتنا لسماع أبنائنا وبناتنا. نحن الآن السماع، نحن في الثانوية ساعات والله يا الحصص لا يمكن أن يكون الدرس فيها، لماذا؟ تكون صرخة الابن والبنت اسمعيني أستاذة فقط، تمر الساعة وهو يحكي لما لا المفروض الأسرة والبيت، قل لك أمي خارج مجال التغطية، أبي لا أسمع به، يأتي في الليل ويخرج في الليل، لمن؟ ليس سهل. مرة نتحدث عن الصاحب السوء وصاحب الصالح، الولد فيه بعض الشبهات لتناول المخدرات فيصرخ ويبكي. لم تسألوا يا أستاذة الصاحب السوء كيف نتج؟ قلت له أنا كيف نتج؟ قال أنا أبي لا أراه، الأم منشغلة وهي ماكثة في البيت، منشغلة لا تعبأ ولا تعي أن عندها أولاد، فأكون أنا نتاج الصاحب السوء. نعطي ركن التعارف في بداية السنة للأولاد، اكتب مهنة الأم مهنة الأب وكذا، مستواك وغيرها وحالة الحالة الاجتماعية، يكتب لي مهنة الأم كارثة في البيت، قول كارثة في البيت. استدعيته قلت لك أخطأت في المصطلحات، بدل ما تكتب ما كذا أنا تعمدتها، هي كارثة في البيت، وتصور يحكي ويبكي على كوارث السلوك إلى أن أنهيت الحصة. المؤسسة الثانية أنا توسعت في الأسرة لأن دورك في هذين اثنين فقط، أنت ذاتك أسرتك فرض عين، الفروض الكفائية هي جاية. المجتمع هو المجتمع أنه يساعد المرأة على أداء الدور الرسالي، يساعدها بماذا؟ وهي دور المؤسسات رهم متداخل في بعض البعض، المجتمع يخلي ويعترف لها بالدور. احنا مش أن تخرج المرأة لتؤدي الدور الرسالي انت كلك انحراف، انت أصلك الغواية، لأن حواء أغوت آدم،
أنت أصلك كيد، والاستشهاد بالآية لسيدنا يوسف عليه السلام إن لكيدهن عظيم. الاستشهاد هذا يعني كوارث، فيحبط المرأة ولا لا يحبطها؟ إيه صوت المرأة عورة. نكتة مرة ننقري، فالتلاميذ ناضوا الذكور، صوت المرأة عورة عورة. قلت له وأنا هاني ينقري، قال لي أستاذ أنت لستي. قلت له أنا لست امرأة، لا أعنيك أنت. إيه تصور كيف الله. فالمفروض إذا كنا الخطاب هذا في المجتمع، من المفروض نحن فيه مدمرة. الآن فيه نساء مدمرات، فيه من يعني احتجت على قانون الأسرة، فيه من تتحدث باسمنا نحن النساء المؤمنات الجزائريات ومسيراتها في الغرب، وتمثلك في المؤتمرات والملتقيات العالمية وتتحدث وهي هدامة. ونحن شوف النقيضين لدوز إكستخيم، الإفراط والتفريط. المؤسسة الثالثة أو الرابعة هي مهمة وخطيرة جدا، هي المسجد. المسجد أولا أن يفتح للنساء، ونظن أنا سنراجع فتح النساء وصلاة المرأة في المسجد. كانت تصلي الصلوات الخمس في المسجد طبعا مع محرم، لكن كانت تذهب وتأخذ الأجر. احتجت في المسجد على الخليفة عمر بن الخطاب، احتجت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المسجد أن الرجال أخذوا بلب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا لها، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ووعظها فيها، وتسمى خطبة النساء في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالمسجد إن لم يكن هو المؤسسة الأولى التي تتربى فيها المرأة وتتلقى فيها العلم الشرعي الصحيح وتوقن بأن لها دور رسالي، خطاب المسجد أحرى بنا أن نطوره، أن نعطي لكل فرد من أفراد المجتمع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص تماما. فالمرأة على أن النموذج الرسالي اللي أعده النبي صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة إلى أن نرجعه. كم من نساء الصحابة وكم من نساء أو أمهاتنا المؤمنات، يعني كانت في وحدها كانت امرأة رسالية وأتت بالجيل الرسالي الذي كان عده النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر المؤسسة الرابعة وهي المدرسة. المدرسة ليس لنا فيها إلا المعلم والأستاذ. نحاول أننا نجيب المعلمات والأستاذات، لأننا الآن أصبحنا وزارة التعليم وليست التربية، رغم شئنا أم أبينا. مهمتك تربوية قبل أن تكون تعليمية، يعيش معك أنت المعلمة والأستاذة أكثر ما يعيش مع أمو. فتشوفي المنكرات وتشوفي السلوكات لازم تغيريها. فإحنا مليح أننا هي جهد مضاعف صح، ولازم نعرفوا عرفة بيت القصيد هو المدرسة. فأجهضت التجربة بماذا؟ كثافة البرنامج، كثافة الباباس أوراق، من دخلوا احنا نعمروا في الورق الاخر السنه. فهذا يشغل الاستاذ عن الوظيفه الاولى والمهمه، وهذا الذي لا ينبغي ان ننجر وراءه. فمهما كان مهمتي انا كما قالت الاستاذه اصلاحيه، وانا في بوابه المدرسه انني اعد المراه الرساليه والرجل الرسالي من خلال المدرسه والجامعه والثانويه. المدرسه، الاعلام. الإعلام إن استطعنا قناة فضائية نجيبوها بديل، أو نحذر المرأة المسلمة أن تنساق وراء البرامج التي تخرب وتهدم الفكر قبل أن تهدم الشكل للمرأة المسلمة. فنحذر من هذا على أننا لا يمكن أن ننساق لا وراء المسلسلات ولا كلها تبني الفكر المعوج، الفكر الهدام للمرأة المسلمة، لا ينبغي هذا. البديل أو عندنا الانترنت والدورات التدريبية وحلق المسجد والجمعيات وتفعيل مقرات جمعية علماء المسلمين أو أي جمعية همها الخير ونشر رسالة الإسلام، فهذه نكون نحن أعضاء فيها، نفعلها ونتفاعل معها. آخر مؤسسة وهي الجمعيات النسائية ومراكز التدريب. جمعيات نسائية الحمد لله الآن القانون مفتوح أننا نؤسس جمعيات متخصصة سواء للطفل
أو للمرأة أو للأسرة هذه. فنشوف أنا بيئتي وش محتاجة ونحاول أنني نأسس بشرط أن نتكامل، لأننا الآن عندنا جمعيات خيرية فأصبح همها الصراع في نهار واحد 40 نشاط، وهذا لن يأتي بخير. فنتكامل، قال اليوم الجمعة السبت الأحد وغيرها، فنتكامل في أننا نوجد المرأة الرسالية والرجل الرسالي والأسرة الرسالية والمجتمع الرسالي بإذنه سبحانه وتعالى. أختم بالقول، نحتاج كنساء إلى المصالحة مع الله، والله لن تكوني امرأة رسالية إذا كانت علاقتك بالله مهتزة. المرأة الرسالية هي المرأة الملتزمة بأمر ربها، متشبعة بالقيم الإسلامية التي غايتها إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة تعمل على إحياء هذه القيم في النفس وفي المجتمع، شعارها في ذلك الدين المعاملة، ومبدأها التي تنطلق منه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. إذن هذه المرأة التي فيها هذه الصفات، ما هي خصائصها؟ الخصائص التي تتميز بها المرأة الرسالية هي خاصية التكليفية، ومعناها أن كل شيء مكلف به فهي ترجعه إلى الله. لا يضرني إن عاداني الناس إن كنت في مرضات الله، ولا يضرني إن هجرني الناس إن كنت في مرضات الله، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن كل شيء هو لله سبحانه وتعالى، فإذن هو تكليف من الله. الأمر الثاني وهو التشاورية، المرأة الرسالية حالها أنها تنطلق من قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. المرأة الإسلامية لا يعني أنها تنطلق كما تريد وتفعل كما تريد، وإنما هي مأمورة أن تشاور الزوج إن كانت زوجة وهذا من الطاعة، وتشاور الأب إن كانت في حضرته أو في كفالته وهذا من الطاعة، تشاور الأستاذ، تشاور الذي هو مشرف عليها. إذن تقوم حياتها على مبدأ التشاورية، ولا يعني التحرر أنك تنطلقي وتتفسخي من هذا الأمر. الأمر الآخر وهو المشاركة في تحمل المسؤولية. ما جاءنا من كوارث هو التنصل، فإذا المرأة مسؤولة عن جانب والرجل مسؤول عن جانب. بين المرأة والرجل وظيفة تكاملية ليست عدائية، الرجل له وظيفة والمرأة لها وظيفة، وتتكامل كل من الوظيفتين، وظيفة المرأة مع وظيفة الرجل، حتى تكون هذه المرأة الرسالية. الأمر الثاني وهو الحوار والتواصل. مهم جدا أن تكون المرأة المسلمة والمرأة الرسالية تتواصل مع الغير، فلا تنغلق على نفسها، لا تعيش بعيدة عن المجتمع، وإنما عليها أن تكون محاورة لغيرها، تأخذ وترد، اليوم أخطأت غدا أصابت وبعد ذلك تصحح. إذن هذا الحوار وهذا الانفتاح على الآخر سيكسبها قناعات، وسيكسبها أيضا قوة في شخصيتها وكيفية تعاملها. ليس عيبا أن نخطئ، لكن العيب أن ننغلق. ثم بعد ذلك من خصائص هذه المرأة وهي الشاهدية في الرؤية، حيث أن المرأة المسلمة تعلم بأنها أتت، نحن نعلم جيدا من أين أتينا ولماذا أتينا وإلى أين سنذهب. إذن هذا الأمر موجود عند المرأة، المرأة المسلمة والمرأة الرسالية تعلم ذلك جيدا، فلا تتسرع في أخذ المواقف والحكم على الناس، بل لا بد لها أن تسير الأمور ببصيرة، وتستشرف المستقبل أيضا ببصيرة أكثر. إذن هذا هو أو هذه هي خصائص المرأة المسلمة. إذن من أسباب الانحراف حاولت أن أبوبها، فوجدت أهمها ثلاث: أولا ضعف الوازع الديني، ثم بعد ذلك الأسرة، وبعد ذلك وسائل الإعلام. طبعا هناك أسباب أخرى، لكن جل الأسباب، جل القضايا التي مرت علي حاولت أني ندلها قراءة، فوجدت أنها ما تخرج من هذه الأسباب،
قدر تكون أسباب أخرى لكن ليست لها الأولوية. فضعف الوازع الديني أو الوازع الديني هو يعتبر بمثابة الصمام الأمان، هو الأمان بالنسبة للمرأة، هو المناعة التي تحمي تلك المرأة، حيث أن النفس البشرية تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى ما يحميها من الانحراف ويجعلها مركزاً لإشعاع الخير والعمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا حديث صحيح. يقول الإمام النووي: القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. لا يمكن أبداً أننا نقول هذا إنسان موش مؤمن، الإيمان موجود لكن انقص الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم بالتلاقي. إذن ينقص الإيمان، ممكن الإنسان في لحظة ضعف يفعل هذا الفعل، لكن هل هناك من يأخذ بيده بعد هذا الضعف أم يكون فريسة بعد ذلك بين يدي من لا يخافون الله سبحانه وتعالى؟ هذا السبب الضعف الديني يعود إلى ضعف اهتمام الأسر بغرس الوازع الديني في أبنائهم. احنا الآن كل حرصنا الأمهات أن تنجح البنت وينجح الابن وشهادة عليا، مركزين على هذا الجانب بحرص أتعبنا وأتعبهم. كذلك فشل المدرسة في زرع هذه القيم، وقد تكلمت عنها الأستاذة عائشة. أيضا انتشار الكتاب، الكتب التي تدعو إلى الرذيلة وغيرها من الأشياء، إضافة أنها تشكك في العقيدة في حد نفسها. إذن هذه الأمور، هذه الكتب أيضا ساعدت على التوجيه السيء، ساعدت على التوجيه السيء للإنسان. الأمر الثاني، هذا الضعف الديني ماذا جعل؟ مش خلق لنا، وهذه أسبابه، فساد البيت، فساد البيت بالطلاق كما تكلمت الأخت، وهذا الطلاق سبب مباشر للانحراف. كاين بعض من البنات، هذه اللي قلت لكم الفتاة الشرسة، تقول أنه والديها انفصلوا وعطوها الأسرة تربيها، بعد ما وصلت لمرحلة معينة، بعد ما وصلت للمتوسط، سمعت بأنها ليس يعني والديها عايشين لكن في مكان آخر. في هذا السن بدأت مرحلة الانحراف بحثاً عن الوالدين. للأسف أتمزق وأنا أذكر هذه الفتاة، جمال كلامها، سلاستها في الحديث، أيضاً عندها وحدة الروح، لكن للأسف للأسف الفتاة في 34 سنة عندها ابن في 17 سنة. ماذا تنتظرون؟ إذن هذا حال هي خطأ من خطأ تعلم البيت، بعد ذلك تسلمها الشارع فلم يرحمها. أمر الثاني وهو عدم الرضا بقضاء الله وعطائه، أيضا مشكل آخر. لما الإنسان ما يكونش، إحنا الآن كل واحد يشوف للآخر وش أعطاه رب العالمين، لو ركزنا على أنفسنا، رب العالمين عادل في عطائه، وما ربك بظلام للعبيد. إذا رب العالمين حاشا عادل في عطائه، لكن لما الإنسان يعود يحسب للآخرين وما يحسبش لنفسه راح يتعب. كون كل واحدة منا الآن تهز قلم وتكتب وش هي الأشياء اللي أعطاها لي رب العالمين، راح تكتب وتلقى أشياء كثيرة. ربي أعطاك حاجة ما أعطاهاش للآخر، والآخر أعطى حاجة أنت ما أعطاكش، هذا من عدل الله. لو نرضاه بقضاء الله وعطائه راح نكون عندنا شخصية سوية. فأأتي إلى النهاية، وهي كيف تعالج المرأة الرسالية هذا الانحراف في كل واحدة في مستواها. كاينة مرأة في البيت، كاينة طالبة، وكاينة المعلمة، كل واحدة في، احنا ما نحسبوش الرسالية هذه حقيبة تقولي أنا مرأة رسالية باش الناس تسمعك، تي صاحبة مشروع. إذن هذه صاحبة المشروع، هذه المرأة لابد أول شيء تعمل عليه وهو محاولة فهم الواقع ببعديه. باش تعالجي لازم تفهمي الواقع، هناك واقع فطري، لازم تعرفي أن البعد الفطري في المرأة وش هو؟ أنه لازم عليها تعرض الدين بأبعاده، العقدي، الفكري، السلوكي، وأن الدين نمط حياة.
لابد من عرض الدين بهذه الطريقة. احنا الآن مش عرض الإنسان يقول افعل أو لا تفعل، عرضيه في شخصك في تعاملك. ثم بعد ذلك المرأة الرسالية تعرف أن الإنسان خلق رب العالمين من أمرين، جانب روحي وجانب ترابي. فإذا تلبية حاجة الروح أمر مهم، وتلبية حاجة الجسد أيضا أمر مهم. حاجة الروح بإقبالها على الله. يقول ابن القيم في القلب شعث لا يرجعه أو لا يرده أو لا يلمه إلا الإقبال على الله. الفراغ الروحي هذا لا يعالج بالانحراف، وإنما يعالج بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو الجسدي، حاجتها إلى العطف، حاجتها إلى الحنان، حاجتها إلى التكريم، حاجتها هذه الجوانب الجسدية لابد أيضا من مراعاتها. إذا المرأة الرسالية لازم تحط في بالها هذا، وهي تتعامل مع الواقع، تتعامل من خلال الناس في مؤسسة في أي مكان، لازم تفهمي الواقع، ما تكونيش بعيدة، ما تكونيش انت تجي تعلم تعاملي الناس على أساس أنه كاين صور قديمة من قبل. أيضا كاين الجانب المعيشي، إذا عندنا بالنسبة لمحاولة فهم الواقع ببعدين، الفطري والمعيشي. المعيشي وش معناه؟ أن نعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. وحدة الآن تقولي لابنك ما تفرجش الانترنت، هو راح يتفرجها في كل الأحوال. إذا لازم تنمي فيه مبدأ الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا أخطأ روك راح يدفع غريمة خطأه، سواء كانت في دراسته أو في حياته أو غير ذلك. كذلك نبين للناس أن الأمور بعواقبها، لازم نعلمه هذا. كان واحد من الصالحين يقول لابنه إياك وأن تعصي في هذه الغرفة، فإني قد ختمت القرآن فيها 12,000 مرة. وخلاص وتركه، قال له كي تبغي تعصي الله هذه الغرفة عندك تعصي فيها رب العالمين، لأنه هذه جاءت فقط للطاعة. هذا الإبن بطريقة أخرى سوف يراقب الله سبحانه وتعالى. كذلك التذكير المستمر، نذكر بعضنا دائما أن قوانين الله، كل شيء في خلق رب العالمين سنن وقوانين، وسنن الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحدا. إذا أخطأ الإنسان رح يغرم، رح يسلك، والظلم ظلمات يوم القيامة، إذا ظلمتي غيرك رح سوف تظلمين. إذا هذه الأمور لابد أن يعيش بها الإنسان بقناعة. كذلك قانون التوحيد وقانون شكر النعم، مهم جدا أننا نغرس في أبنائنا هذا الأمر وهو شكر النعم. وأمر آخر في هذا البعد المعيشي ترك التناقض. إحنا الآن وحدة تدعو إلى الصلاة ثم بعد ذلك لا تصلي، تدعو إلى الإحسان وهي لا تحسن، فإذا رب العالمين ذم صفة هؤلاء، ذم صفة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. إذا الإنسان الرسالي كوني بسيطة، الشيء اللي ديريه عملي به حتى رب العالمين راح يجعل. فقط نكمل آخر الأشياء، ضرورة إعطاء القدوة. إذا هذه المحاولات تكون على مستوى البيت، المسجد، المدرسة، المؤسسات العقابية، الإقامة الجامعية ووسائل الإعلام. الأمر الثاني، كيف تعالج المرأة الرسالية وما دور المرأة الرسالية؟ ضرورة إعطاء القدوة. وضرورة إعطاء القدوة باش الناس تسمعك تكون في أمرين. أولا القدوة العلمية، كي تكوني امرأة رسالية لازم تقراي، لازم تتعلمي، لازم تكوني امرأة تملاي المركز تاعك، مش تجي تتكلمي على موضوع انت لا تفقهين فيه شيء، تجي تتكلمي على حاجة انت ما لم تلمي بها. إذا ضرورة الجانب العلمي. والأمر الثاني وهو الجانب السلوكي، إذا حتى تكوني امرأة رسالية لابد من هذين الجانبين، وهما الجانب العلمي والجانب السلوكي. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين الصدور.